بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، بعد ما تكلمنا في التجربة السابقة عن تعيين الوزن الجزيئي لمادة سائلة أو لمادة متطايرة، النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن تجربة جديدة اللي هي تعيين الوزن الجزيئي بواسطة الانخفاض في درجة التجمد لمادة غير متطايرة. طيب، الهدف من التجربة يا شباب إن أنا أعين الوزن الجزيئي لمادة مذابة غير متطايرة، وليكن مثلا هناخد مادة عضوية معينة بواسطة الانخفاض في درجة التجمد للمحلول، وذلك عن طريق إضافة المذاب وهو المادة العضوية إلى المذيب وهو الماء. وهذه تعد من إحدى الخصائص المجمعة لتحديد الوزن الجزيئي لتلك المادة الغير متطايرة اللي هي المادة العضوية. لكن في البداية يجب علينا ان احنا نعين تعيين ثابت تجمد المذيب اللي هو الماء. احنا كلنا عارفين ان الكي اف اللي هي ثابت تجمد الماء ده ثابت، والقيمة بتاعته بتبقى 1.86. طيب، انا عندي العلاقة اللي انا بعين بيها الوزن او الكتلة او الوزن الجزيئي او الكتلة الجرامية للمادة الغير متطايرة عن طريق القانون اللي هو بيقول الام بتساوي كي اف اللي هو ثابت التجمد بتاع الماء، واحنا قلنا خلاص قيمته 1.86، في الدبليو 1 اللي هو وزن المذاب اللي هي المادة العضوية بتاعتنا، في الالف عشان احولها الى كيلو جرام، على الدلتا تي اف، وده بتبقى الانخفاض في درجة التجمد، هنشوف ازاي بنجيبه دلوقتي في التجربة العملية، في الدبليو 2، والدبليو 2 اللي هو وزن المذيب، يبقى زي ما قلنا على الدلتا تي اف اللي هي انخفاض في درجة التجمد، في دبليو 2 اللي هي عبارة عن وزن المذيب اللي هو بتاعنا اللي هو الماء بتاعنا. طيب، ده بالنسبة لفكرة التجربة. طيب، احنا الادوات اللي احنا هنستخدمها في هذه التجربة تجربة بسيطة جدا وسهلة جدا. المادة العضوية الغير متطايرة، وليكن هناخد مثال لها زي السكر اللي هو السكروز. طبعا محتاجين انبوبة اختبار، بتبقى موجود عليها سدادة مطاطية عشان نقدر ندخل من خلالها الترمومتر والسلك الحراري. ثانيا، بالنسبة لنا محتاجين المذيب بتاعنا اللي هو الماء حوالي 25 ملي. طبعا السكر احنا واخدين منه او المادة العضوية واخدين منها 5 جرام وزنها بواسطة الميزان، ومحتاجين الحمام التلجي. طيب، طبعا يفضل وضع بعض من الملح في وجود على الحمام التلجي عشان يزود لي من عملية التجميد او يزود من التسريع التجميد يعني. طيب، هنبدأ التجربة. زي ما قلنا هناخد الانبوبة، هنضع بداخلها المادة العضوية الغير متطايرة، وهنضيف عليها المذيب بتاعنا اللي هو الماء. وندوبها تماما، يعني ننتظر ونقلب حتى يذوب تماما السكر في وجود الماء. طيب يا شباب، بعد ما اخذنا الوزنه بتاعتنا من الماده العضويه الغير متطايره وهي السكر وهو السكر، وحطيناهم ودوبناهم في المذيب بتاعنا اللي هو الميه، وتاكدنا تماما من تمام الذوبان، هنضع الانبوبه في حمام ثلجي. طبعا هنضع الانبوبه في حمام ثلجي لمده 30 ثانيه، ونفضل نحرك ونسجل درجة الحرارة المفروض كل شوية لغاية لما درجة الحرارة تثبت عند قيمة معينة. طبعا الحمام التلجي زي ما قلت لك ممكن نضيف له كمية من الملح داخل التلج عشان قلنا بيعمل على اخفاض درجة التجمد الى اقل من الصفر، ويسرع من عملية التجمد فيعمل على اذابة الجليد بسرعة او التلج بسرعة. احنا ننتظر الى ان تصل درجة الحرارة الى درجة الصفر وهي درجة تجمد المية، وبعدين هنبدأ نقيس درجة الحرارة بعد ما تنزل عند بعد الصفر كده، نبدأ نقيس درجة الحرارة او درجة التجمد بتاعة المادة العضوية. طب هعرف ازاي اذا كانت المادة العضوية بتاعتي اتجمدت ولا لسه، او وصلت لدرجة التجمد بتاعتها؟ عن طريق ان انا بلاقي كريستالات او بلورات نزلت معايا في قاع الانبوبة من تحت. طبعا ده كله بعد ما
المية تتجمد في الأول وبيظهر وده عندي الزيرو درجة مئوية. بعدين بعد الصفر هبدأ أخد القراية وأشوف المادة العضوية بتاعتي وصلت عندي كام في درجة تجمدها. طيب بالتجربة العملية وجدنا أن درجة تجمد السكر عندي تقريبا ناقص 2 ناقص 2. طيب نيجي نبدأ الحسابات بتاعتنا. أنا عندي الماس أوف سولفنت أو وزن المذيب بتاعي. أنا المذيب اللي أنا واخده واخد المية واخد المية واخد منها كم ميلي؟ واخد منها 25 ميلي أو 25 سنتيمتر مكعب. يعني على اعتبار أن كثافة المية تقريبا بتساوي 1، يعني على اعتبار أن أنا عندي الW2 بتساوي 25 جرام. طيب وزن المذاب اللي هو المادة العضوية الغير متطايرة اللي أنا واخدها بالنسبة لي اللي هي الدبلي وان، أنا واخد من السكر 5 جرام. طيب التي وان سولفنت درجة تجمد المذيب اللي هو المية طبعا كلنا عارفينه عند الزيرو. طيب درجة تجمد المادة بالتجربة العملية لقينا أنها تقريبا بتساوي ماينس 2. طيب الدلتا تي اف، الدلتا تي اف يا شباب ده الانخفاض في درجة التجمد، ودي عبارة عن التي 2 ناقص التي 1 يعني عبارة عن 2، 2 ناقص 0 2. هبدأ أعوض في القانون، القانون بتاعي بيقول إن الام بتساوي كي اف اللي هو ثابت تجمد المية وإحنا قلنا قيمة ثابتة في الدبليو 1 اللي هو وزن المذاب في 1000 عشان أحولها إلى كيلو، وبعدين على دلتا تي اف وهو الانخفاض في درجة التجمد في الدبليو 2 وهو عبارة عن وزن المذيب. نبدأ نعوض يا شباب، يبقى الام بتساوي الكيف عبارة عن احنا قلنا ده ثابت 1.86 في الدبليو 1 اللي هي 5 في 1000 على الدلتا تي اف 2 في الW2 اللي هي 25 جرام. أبدأ أطلع العلاقة وبالتالي هقدر أجيب عن طريق درجة الانخفاض في درجة التجمد أقدر أجيب الوزن الجزيئي للمادة العضوية الغير متطايرة.